صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما مفرد كلمة أشراط وما علاقتها في المعنى بعلامات الساعة؟ هي علامات الساعة. الأشراط هي العلامات، قد جاء أشراطها أي علاماتها، وأولها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال أشراط الساعة تأتي تباعا إلى أن تأتي العلامات الكبار، العلامات الكبار المتتابعة، نعم، التي أولها خروج المهدي، ثم نزول، ثم ظهور الدجال، ثم نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم ظهور الدابة، ثم ظهور الشمس، من طلوع الشمس من مغربها، ثم النار التي تحشر الناس إلى المحشر، تسوقهم إلى المحشر، متتابعة بعضها يتبع بعضا. نعم.